لتوفير منصة خدماتية فيها معلومات زراعية متاحة للجميع. بيقدم المركز الوطني للبحوث الزراعية بالأردن بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تطبيق الهاتف الذكي مع المزارع. المركز الوطني للبحوث الزراعية. حمل التطبيق بسهولة من متجر جوجل بلاي على هاتفك الذكي. ومتوفر للتطبيق 5 محاور. تربية الحيوان بيقدم توصيات للممارسات الجيدة في تربية المجترات والدواجن وتربية النحل وكمان لمكافحة الأمراض وجداول المطاعيم. الطقس وتقويم المحاصيل بيوفر معلومات عن تنبؤات الطقس ومواعيد الزراعة والحصاد بالإضافة لنصائح لعمليات الخدمة مثل الري والتسميد لتحسين المنتج وزيادة الإنتاجية. الحصاد وما بعد الحصاد بيقدم توصيات للمزارعين لعمليات الحصاد وما بعد الحصاد مثل طرق التعبئة أو التخزين والنقل بالإضافة لأمراض ما بعد الحصاد. الأسواق الزراعية بيوفر أسعار السوق للمنتجات الزراعية مثل الخضار والفواكه في السوق المركزي. منتدى المزارعين بيسمح للمزارعين بالتواصل مع بعضهم والتواصل مع الخبراء في المركز الوطني للبحوث الزراعية ونشر الأسئلة والصور والنصائح وبأخذوا رد من مزارع ثاني أو إجابة من خبير معترف فيه. تتوفر المحتويات في نص مكتوب وفيديو وتسجيلات صوتية. بعد تحميل التطبيق تقدر تستعمله بدون إنترنت باستثناء الأسعار والطقس يلي بتم تحديثهم بانتظام. لا تستنى وحمل تطبيق مع المزارع المركز الوطني للبحوث الزراعية على هاتفك الذكي وتجول في مواضيعه لخدمتك. يطلق هذا التطبيق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن.